السلام عليكم شباب، نكمل بإذن الله. احنا بندرس كمل الفلورا بتاعت الفيوم، الهابيتات رقم 4، منطقة اللاهون، at this stop بحر يوسف and اللاهون باراج. القناطر بتاعت اللاهون can be observed. Two types of plants can be recognized which are constituents of irrigation drainage system habitats. عندنا تو habitats، الهيدروفايتس اللي هي الوتر بلانتس والكنايل بانك بلانتس. الهيدروفايتس النباتات اللي جوه الميه، كنايل بانكس النباتات اللي على ضفاف المجرى المائي. الهيدروفايتس فيها 7 سبيشيز: بوتاموجيتون، نولوزاس، فاميلي بوتاموجيتونيسي، فلوتينج نباتها زي ما انت شايف طافي على سطح الميه، وادي الانفلورسنس طالع وبيطلع في المجرى المائي اللي هو مش الميه الجاريه. النباتات دي بتطلع في المجرى المائي اللي هو الووتر فلو بتاعه بيبقى ضعيف او بتبقى ميه راكده شويه. بوتاموجيتون كريسبس شايف ده عامل ازاي، الورقه بتاعته كبيره ازاي، هنا الورقه بتاعته عامله ازاي مختلفه. ده يعني فعلا كمان سبمرجد، يعني ما تغطيه شوية، لكن ده طافي على سطح المية floating. بوتاموجيتون بيكتيناتس الأوراق شايف بتاعته دقيقة ورفيعة سبمرجد، وادي الانفلورسنس كبير شوي. رقم 4 لمنا جبة لمنيسي اسمه عدس المية، شايف الأوراق بتاعته تشبه حبة العدس. هو عدس المية أو داك ويدز بتغذى عليه البط المائي اللي بيعيش في المية. سبايرو ديلا بوليريزيا لمنيسي برضو نوع تاني من عدس المية، بس الحب بتاعه كبير شوية اهو، larger in size than لمنا جب. التاني ليه واحد اللي فوق ليه one root root little rootlets، ده بيبقى اكتر من root. سيراتوفيلم سيراتوفيلم ديميراسم سيراتوفيلم ديميراسم سيراتوفيليسي، ده اللي تلاقيه دايما حاطينه سبمرجد، يعني الجزء ده كله تحت ميه، كله مغطى تحت ميه، بيحطوه دايما تلاقيه موجود في حوض السمك الزينه. الورق بتاعه فيلي فورم ليفز، فيلي فورم اللي هو الشكل الإبري بتاع الأوراق بتاعته. إيكورنيا كراسيبس بونتي دريسي اللي هو الزهرة الجميلة والأوراق المنتفخة ديت، عنق الورق المنتفخ اللي هو بتاعه. بيسد دايما بيسد free floating plant with swollen bladder like petioles. البيتيولز بتاعه زي ما انت شايف ايه ضخمة وعاملة زي الحوصلة الهوائية، وده بيبقى very dangerous water pest in Egypt blocking the irrigation canal and impeding the navigation. بيسد المجرى المائي اللي هو نبات ورد النيل، دايما بيعملوا في السد ما يسمى بالسدة الشوتية، بيسدوا مجرى النيل من عند السد العالي يقفلوه لمدة شهر، ويبتدوا ينضفوا كل المجرى المائي اللي هي الترع الصغيرة والترع الأكبر شوية من نبات ورد النيل. لو اتساب ورد النيل ده بيسد المجرى المائي يعمل فقد كبير في كمية المية. ويعني دكاترتنا قالوا لنا ان هو كان في السودان كان شاف مجرى مائي
مش كبير قوي، مليان بيه نبات ورد النيل، وسده قال لك ممكن لما يتكاثف ويسد مجرى الترعة ممكن يعدي عليه فيل. قناة البانكس بلانس اللي هي موجودة في منطقة اللاهون، اللي هي النباتات اللي بتطلع على ضفاف ترع، فيها 17 سبيشيز هنشوفهم: استرس كوماتس استريسي، يعني بصور لك الصورة وكلوز اب للنبات وكلوز اب للانفلورسنس. اكليبتا بروستراتا استريسي، بص الورقة بتاعته سيسايل، الأوراق بتاعتها بتبقى متقابلة. بلوخيا دايسكريديس، بلوخيا دايسكريديس أروماتيك هيري ريتشلي برانشد شربس، شايف الهيرز باين عليه قوي. سودو جنافيلا ليوتو ألبوم، ليوتو ألبوم كلمة ألبوم قلنا يعني معنى أبيض، تلاقي في هيرز كثيفة على الأزهار وعلى الساق وعلى الأوراق تديله اللون الأبيض. سفيرانساس، سفيرانساس تبع الأستريسي، سفيرانساس سوا فيولينس، سفيرانساس سيو فيولينسز، شايف الورقة طويلة وزجزاج و سيسايل. سيليبم ماريانا، شايف الورقة فيها مبرطشة مبرقشة، الأجزاء البيضة دي يعني مفيهاش كلوروفيل، وحفاف في الورقة بتبقى شوكية، الأزهار بتاعته كبيرة ولونها بيربل، والأوراق الحفاف أشواك حادة وقمة حادة من السباين. سايبرس ألوبيكيرويدس سايبريسي، لا سايبريسي دي الساق بتاعتها بتبقى دايما مثلثة، والإنفلورسنس بيبقى تيرمينال. نوع تاني من السايبرس أرتيكولاتس، إن بيبقى فيه كده يعني إيه جوينتس زي المفاصل حتت، عشان كده سماه أرتيكولاتس. كالمز لوك از نودد، وين نودد يعني في زي نودز كده اللي هي زي المفاصل دي، بيطلع بقى في الجوانب من الترعة الراكدة خالص وتبقى ملحة شوية. دايكانثيوم انيولاتم بويسي تيرمينال انفلورسنس، وبيبقى فيها اونز. كينوبوديوم امبروزويدس، كينوبوديسي موجودة معانا كتير، انيوال اور باينيال اروماتيك هيرب اوف فيري باد سميل، ريحته وحشة. كينوبوديوم امبروزويدس بيسموه حتى منتنا نتنا، لان ريحته نتنا ريحته وحشة. بولي جونام ساليسي فوليوم تبع البوليجينيسي، دايما قلنا البوليجينيسي الساق بتاعتها سلندر ومحمر شوية، وعند النودز بتبقى الأوراق ليها الستيبيولز، ليها ستيبيولز، الستيبيولز أوكيريتد ممبرينس، وبتلف حوالين الساق شوية، لونها شفاف، لونها شفاف اهي. الأزهار بتاعته بينك على خيط. رانانكيوس سكليراتس، قلنا الرانانكيوليسي بتحب المية، بتبقى على ضفاف المية، يعني دي الترع ده المجرى وادي عدس المية، ده المية ده عدس المية اللي هو النبات الفلوتينج، وعلى الضفاف بقى الترع تطلع بقى اللي هي نباتات كنال بانكس اللي احنا بنتكلمها منها الرانانكيوليسي. جانكاس فونتانسي جانكيسي، الجانكاس بتبقى الأوراق بتاعتها
طويلة ومدببة، ساعات تبقى تعمل سوين. في نوع تاني من الجنكس، flowers green or light colored capitatus، بتعمل شكل الهيد كده. فيرونيكا اناجاليس اكواتيكا سكروفيولاريسي، شايف الورقة أوراق فيها بتبقى متقابلة وبالتالي تطلع فرع قصاد فرع. منثا لونجي فوليا لمييسي اللي هي اللبيتي، منت هيرب ويز فور سايدد ستيم، تتميز اللمييسي اللبيتي من الساق بتاعتها مربعة وبتبقى أروماتيك، ليها ريحة طيبة وكويسة. فيلا نودي فلورا، فيلا نودي فلورا فيربنيسي، النبات ده بيبقى ماشي على سطح التربة، ماشي قريب من سطح التربة، بعدين يبتدي يطلع aerial branches أو perennial procumbent herb. كلمة procumbent يعني يمشي الأول قريب من سطح التربة، بعدين يبتدي بعض الفروع تطلع لأعلى بعيد عن سطح التربة. جبنا كلمة الأوكزاليس ده قبل كده، أوكزاليس كورنيكولاتا اللي هي الورقة فيه ثلاثية، والورقة الواحدة الليفلت الواحدة شكلها الشكل القلبي، قلنا ده بتدرسه في تجربة في الفسيولوجي. الهابيتات رقم خمسة اللي موجودة في الفيوم اللي هي منطقة الحدائق الأوركارد في منطقة السليين في الفيوم. This area is famous of gardens and orchards، نفس المعنى، especially mango and citrus orchards، مانجا والموالح. This type of habitat is often densely shaded, cool and humid، تتميز الحدائق بأنها كمية الظل فيها كثيفة ورطبة وبردة شوية. It usually occupies high level areas of the farmlands with a composition is generally simpler and consists of few species. Among the common weed associated species هنتكلم عن ال 14 species الموجودين وأشهر النباتات الموجودة في الحدائق. تورتيليس نودوزا أبيسي اللي هي الأمبليفري، ريكارديا تينجي تانا، ريكارديا تينجي تانا أستريسي برضو تطلع تفرش حوالين الأرض على سطح الأرض، وبعدين تبتدي تطلع بعض الاريال برانشز. لاكتيوكا سريولا نوع من انواع اللاكتيوكا الخاصة استريسي مشهور، يعني اللاكتيوكا بص بيتلز بتاعت الانفلورسنس بتاعت الهيد شوف عامل ازاي. ايكيام راؤول فياي، ايكيام راؤول فياي بروجينيسي، وانا ده من هو البروجينيسي تاني، الازهار بتاعتها يا لونها بينك يا لونها فايلوت بنفسجي، والاوراق والازهار بتاعتها كلها بتبقى فيري هيري، هو يا بنفسجي يا لون الازهار بينك، وادي هنا باينة الهيرز الكثيفة. أنكوز أجريجاتا بروجينيسي نوع تاني من البروجينيسي، ستيلاريا ميديا كاريوفيليسي، سايبرس روتاندس نوع من السايبرس، نوع من النبات اسمه الساعد، خدناها من شوية نفس المنظر، بس هنا بيبقى روتاندس عشان بيبقى الرزومة بتاعته تبقى راوندد تحت سطح الأرض. جانكاس ريجيدس، المساق بتاعته ريجيد جامدة
ومدببة. terminal pointed spine، terminal pointed spine الجانكس ريجيس. نوع تاني من الجانكس سابيولاتس، ادي زي ما بقول كل دي اللي هي الكنال بانكس، ادي قناة مجرى المائي طالع على سطحه الفلوتينج بلانتس وقناة البانكس اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي الجانكس سابيولاتس، ده طويل شوية وهالوفايت يعني المية اللي فيها مملحة شوية. اللي بعد كده براكي بوديوم ديستاكيون، ديستاكيون براكي بوديوم ديستاكيون بويسي اللمنة اوند فيها، شايف هذه الاوند اللي بنتكلم عنها وملمومة قوي. طبعا هو الشكل كده يعني الشعير شوية القمح شوية ما كلها بويسي، بس طبعا مختلف خالص. بص هنا في هنا اهو على النود في الجزء الشفاف ده بوليبوجون فيردس بويسي برينيال وجراس، وشايف السباي بتاعته اوبن. بوليبوجون فيردس واحد من البروجينيسي ميزوباتس اورو روتيوم انيوال سكروفيلاريسي، سكروفيلاريسي اللي هي عيلة حنك السبع. نوع تاني من الرومانكولاس، شايف ده من الرومانكولاس تراكي كاربوس، زي ما قلنا الأعصاب بتاعته كبيرة وبدائية، وهو أول واحد من الدايكوتس اللي بتدرسه للتصنيف بيبقى فيري بريماتيف عيلة الرنانكيوليسي. يورتيكا يورنس أهو جه تاني هنا أهو، شفناه يورتيكا اللي قلنا فيه ستينجينج ستينجينج هيرز، شفناه في بير بريملي اللي عند كان عند برج العرب وقلنا ستينجينج هيرز ديت اللي عليه هيرز لما تيجي على جلد الواحد تسبب له شوية خرش. يورتيكا يورنس يورتيكيسي اللي موجود هنا يورتيكا يورنس، كان هناك نوع تاني من يورتيكا سبيشيز. آخر هابيتات السولت مارشز هابيتات الموجودة في الفيوم، ذا ساوثر شور اوف ليك قارون كاركترايزد باي، الجزء الجنوبي من محيط قارون في سولت مارشز بلانت، وبتتميز المنطقة دي بانها سولتي اند دراي اور ويت لاندز، لا اما جافة اما رطبة، بس منطقة ملحية وتلاقي قريب من سطح البحيرة كده قريب من الشاطئ البحر البحيرة، لما بتمشي على الارض كده تلاقيها تحت رجلك تعمل صوت، يعني ايه ان انت لانك بتدوس على الارض طينية ومصحوب بيها الملح فتعمل صوت زي مجروش كده، صوت تحت رجلك وانت ماشي عشان ده صوت الملح المختلط وممزوج بحبيبات التراب. Flora of salt marshes in Fayum differs from those of the Mediterranean coastal region، مختلفة شوية عن اللي موجودة في منطقة الميديترينيان اللي احنا اتكلمنا عنها في الرحلة الأولانية المفروض إن شاء الله يعني. The dominating halophytes المشهورين salt marshes plants في منطقة الفيوم عند شاطئ البحيرة سبيرجولاريا مارينا كاريوفيليسي، شايف الأوراق بتاعت هنا السبيرجولاريا تبقى سلندر، ساليكورنيا فروتيكوزا كينوبيديسي، ساليكورنيا دي جبنا سيرتها هناك في السولت مارشز بتاعت برج العرب، سويدا اتكرر هنا لتالت مرة اهو، سويدا اللي هو اللي قلنا سويدا اجيبتياكا اللي هو ده بيسود عند النضوج، شوف الهرة بتاعته ازاي،
كيرفت شوية وشكلها اسطواني وساكيولنت. كريسا كريتيكا ادي. بص بقى الارض بقى، شوف هنا لونها زي اختلاط الطينة بمية، باختلاط الطينة بالملح. كريسا كريتيكا كونفوليوليسي، كاركس دايفيزا سايبريسي. بيبقى بقى طالع ايه في الشقوق مع شوية مية، دايما السايبريسي بتحب تطلع في شوية مية مملحة. سايبرس لافيجاتس سايبريسي اهو طالع برضو قريب من المية المملحة. كريسبس ليتوراريس سايبريسي ليفلس بلانت وترمينال انفلورسنس وبيبقى بوينتد ليفز بوينتد ستيم. ترايفوليوم ريسيو بالناطم، ريسيو بالناطم اتكلمنا عنه قبل كده. فابريسي تبع الليجيموسي تحديدا اللي هي البابليونيسي، الأزهار بتاعته تبقى في تشبه الهيد، يعني كل الأزهار دي مع بعض عاملة مع بعض ما يشبه الهيد. شايف الترايفوليت جميلة. لوتس كورنيكيولاتس برضه شوف الأزهار بتاعته أصفر على برتقالي. فراجمايتس استراليس اللي هو نبات الحجنة ده مشهور قوي على ضفاف المية المملحة، بيطلع في كثيف وبيبقى الساق بتاعته قلم ماشي تحت سطح التربة، بتطلع منها الأفرع الهوائية اللي احنا شايفها، ودي الانفلورسنس وسياخد بيعرفني اتجاه الريح، الريح كده جاية من ناحية اليمين لناحية الشمال. دبلخني فوسكا بويسي الجرملي شجيرة هذه دي اللي قلنا البيبي ساند ديون. النباتات الصحراوية بتساعد في انها تثبت الكثبان الرملية. تمرة كسينيروتيكا دوتيكا لأنه موجودة في المناطق السولت مارشز حوالين قريبة من نهر النيل. شوب اور تري كفر ويز سولت كريستالز، ساعات تلاقي عليه حبيبات بيضاء كده اللي هي حبيبات الملح. تاماركس تترا جاينا، ان جاينا اللي هي جاية من جينيسيوم، تترا يعني رباعي الكرابل زي ما انت شايف برضه ان هو الارض اللي هي قريبة من حافة البحيرة. بعدين اخر واحد طايفر تومنجنسز بيطلع حواليه مناطق مملحة، وكل دي الانفلورسنس، كل دي الانفلورسنس تبقى فوق ازهار برينيا تول بلانت ليفز لينير فلاورز سمول نيكت ان دنس سبايك فيميل فلاورز بيبقى لونها جرين اور براون لور تو ذا ميل فلاورز. يعني كل الانفلورسنس ديت عبارة عن ازهار مذكرة قرب القمة، تحتها الأزهار المؤنثة في الجزء السفلي من الانفلورسنس. كده انتهى الجزء النظري، إن شاء الله يعني يا ريت تسمع محاضرات وبعدين هكلمكم محاضرة عن الجزء العملي كده برضه كنوع من التكرار للي خدتوه في العملي مع الدكتورة كريمة. ان شاء الله تكون مستعدين ان احنا هنلتقي فيس تو فيس بعد كده بعد العيد ان شاء الله، تكونوا محضرين نفسكم عشان ايه هكلمكم ازاي نبتدي نمتحن في اجزاء من النظري عشان النباتات كتيرة. مطلوب بقى منك ان انت تعمل احصاء بعدد النباتات كل واحد كده اندبندنتلي بينه وبين نفسه وهو بيذاكر،
يبتدي. احنا خدنا منطقتين اساسيتين الميديترينيان، وخدنا منطقة النايل بيزن، وبعدين دي فيها الميديترينيان خدنا فيها جزئين اللي هي الماريوتس، الجزء بتاع ماريوت اللي هو او يعني منطقة الميديترينيان خدنا فيها الجزء الغربي والجزء الاوسط، وبعدين هنا منطقة النايل بيزن خدنا الفيوم ممثلة للنايل بيزن، وفيها كان الهابيتاتس المختلفة بتاعتها. طلع بقى كده في ورقة كده الهابيتات المختلفة الموجودة في المنطقتين الميديترينيا والفيوم، وكل واحدة من الهابيتات بعد كده فيها كام سبيشيز، وتبتدي تكتب السبيشيز اللي هي الاليمنتس اللي هي ميديترينيان اليمنت موجود هو اصلا في الميديترينيان لكن قدر تشوفه في منطقة الصحراء مثلا بتاعت الفيوم، زي قلنا البتريانسس تورتيوسس او اللي اسمه ديفيرا تورتيوسس اللي هو مطعم طعم الشبت اللي هنا في منطقة برج العرب، تحديدا في المنطقة الروكي ريدج اللي هي المنطقة الصخرية، ورجعنا لقيناه في الطريق الصحراوي بتاع مصر الفيوم. يا ريت تكون مذاكر بالطريقة ديت، وتبتدي تقعد تتفرج على الصور كتير عشان تحفظ الصورة بتاعت النتائج. اتفقت مع دكتورة كريمة هتجيب لك في امتحان العام تخلص جزء تمتحن فيه ان شاء الله. ناخد نتفق كده على طريقة، احنا طريقة حساب درجات العمل ان شاء الله. رب في المرة القادمة نتكلم على الجزء العمل ان شاء الله. سلام يا شيخ، رعاية الله.